مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام، نلتقي معي إلمال معطى الأصفية في نشرة الأخبار لقناة الجزيرة. نقدم لكم جميعا لتحديث وتجديد معلوماتكم على الأخبار عن إقامة أول صلاة في الحرم المكي بدون تباعد منذ عام ونصف العام. أدى المصلون في المسجد الحرم بمكة المكرمة اليوم الأحد 17 من أكتوبر 2021 أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف العام، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. وأظهرت لقطة مصورة ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون بعضهم إلى جانب بعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفا إلى كتف. وأعلن وكيل شؤون المسجد الحرم سعد بن محمد المحيمد أمس السبت الاستعداد التام لاستقبال المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية ابتداء من اليوم الأحد. وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس توجيها بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالتها كامل طاقتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة، ولفت إلى حتمية التزام كل القاصدين بما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية من تعليمات تطالب بالتزام بارتداء الكمامة الطبية في كل الأوقات داخل المسجد الحرام. وكذلك حجز المواعيد للعمرة والصلاة من خلال التطبيقات الإلكترونية الرسمية اعتمرنا وتوكلنا. وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020 بسبب انتشار وباء كورونا عالميا، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو الماضي، قبل أن تسمح في سبتمبر الماضي لعموم المسلمين بالصلاة فيه لكن بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات. ونظمت السعودية موسم حج استثنائي حيث اقتصرت الأعداد على بضعة آلاف في 2020، ثم ارتفعت إلى عشرات الآلاف هذا العام واقتصرت على المحصنين من الفيروس فقط. وبدأت السعودية تخفيف القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والاقتراب من بدء العودة للحياة الطبيعية إثر تلقيه أكثر من نصف السكان بجرعتين. وتخطت جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة منذ بدء التطعيم 43 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة. وبلغ عدد من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 23 مليون و800 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 27%، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 20 مليون شخص بلغت نسبتهم أكثر من 56%. وهكذا وصلنا إلى الختام، وسنلتقي إن شاء الله في الأسبوع الآتي مع حلقة جديدة. معي إلما، تحية، إلى اللقاء.